معنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول السيد حسين السبعوي الباحث السياسي العراقي. مرحبا بك سيد حسين. اذا صحيفه لالبير البلجيكيه ذكرت ان حكومه العبادي قبلت العقوبات على ايران على كره، هل ستطبق حكومه العبادي العقوبات لا سيما انها في مفترق طرق بين ارضاء طهران وواشنطن؟ بدايه تحيه لكم ومشاهديكم الكرام. انا اعتقد انه العراق يحتاج لطرف ثالث لضبطه في الالتزام بالعقوبات الامريكيه على ايران، لانه هناك يعني نفوذ ايراني كبير على العراق، هذا اولا. ثانيا، هناك اكثر من 1200 كيلو متر تحد العراق وايران، وهناك ولاءات كبيره عراقيه لايران، فالعلاقه ما بين ايران والعراق علاقة نفوذ وعلاقة سيطرة شبه كاملة، فلا بد من طرف ثالث، والقواعد الأمريكية موجودة في العراق، فعليها أن تلتزم، أن تكون هي المسؤولة على التزام العراق، وهي التي تعين العبادي أو تلزم العبادي بالالتزام بقراراته. أما سيد العبادي بمفرده من خلال تصريحه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع مواجهة الحشد ولا يستطيع مواجهة الائتلاف ولا يستطيع مواجهة كل هذه القوة التي هي من أوجدته على سدة الحكم. طيب في الوقت ذاته العبادي قال ان حكومته يعني لن تتفاعل مع العقوبات الامريكيه على ايران، ما دلالات هذا التصريح؟ لن تتفاعل لانه لايران نفوذ على العراق ولايران فضل على الحكومه العراقيه ودعم كبير جدا، وهذه الحكومه العراقيه لولا ايران لما استطاعت ان تتغول ولن تستطع ان تبقى في هذه السلطه لولا ايران. فبالتالي انه يصعب على العباد، يصعب على الحكومه العراقيه ان تلتزم. والسؤال الاخر الذي يطرح نفسه، اذا الامريكان حريصين على تنفيذ العقوبات على ايران وقواعدهم موجوده سواء القواعد الجويه ام القواعد البريه، فبامكانهم هم من يحد ان يمسك الحدود العراقيه الايرانيه ويمنع التعامل التجاري معهم. اما تكليف العبادي بمفرده لا يستطيع العبادي ان يلتزم وحتى لو رفض، فكيف اذا هو موالي لايران؟ فالامر مختلف جدا. وحتى على مستوى يعني الاحزاب والميليشيات كيف يعني ستتعامل؟ يعني مثلا ميليشيا سيد الشهداء اكدت انها ستعمل بكل الوسائل المتاحه يعني على دعم ايران في هذه المرحله. الاحزاب الحاكمه الطائفيه في العراق هي ولاءها 100% لايران. ولكن احنا نؤكد على كلامنا، نقول انه أمريكا هي العامل الأول، القوة الأولى الموجودة في العراق. لو إذا كانت جادة فتستطيع أن تكبح جميع هؤلاء. أمريكا دولة عظمى، دولة رقم واحد في العالم، لا تقف في وجهها ميليشيا ولا تقف في وجهها دولة ثانوية مثل العراق أو دولة متهالكة بالأحرى. فالدول الأخرى التي لا تستطيع أن تجرأ، اليوم الشركات الألمانية والأوروبية بدأت بالانسحاب، هل يجرأ العراق لديه من القوة أن يخالف القرار الأمريكي لولا الرضا الأمريكي على ذلك؟ لا يجرأ. لكن علينا أن نقول أنه نضع الكرة في سلة الأمريكان، أنه إن كنتم جادين في تنفيذ هذه العقوبات على إيران فعليكم أن تساعد يعني العراقيين، أو أنتم تكونون مسؤولين على الحدود العراقية الإيرانية، آنذاك يستطيع أن تكون هذه عقوباتكم فاعلة. أما كيف الدول المجاورة لإيران، أغلب هذه الدول هي تتعامل تجاريا مع إيران، لكن على وجه الخصوص هو العراق. الكرة في ملعب الأمريكان إن أرادوا أن تكون عقوباتهم ذات فاعلية على إيران من بوابة العراق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول السيد حسين السبعوي الباحث السياسي العراقي.